إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم منذ فجر الإسلام وعبر مختلف العصور والأيام، حفل التاريخ الإسلامي بالمواقف المشهودة والأقوال المأثورة، وسطعت شمس الحقيقة واستبان نورها هداية وهدى. مواقف إسلامية، إعداد وتقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما، وكان في زمرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال الصديق رضي الله عنه: أعوذ بالله. فقيل له: ولماذا؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. إخوة الإيمان، ضيف حلقة اليوم فضيلة الدكتور عبد الله عبد الحميد درويش من علماء وزارة الأوقاف، أهلا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا. بداية نود أن نفهم معنى المروءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالمروءة خلق كريم من أخلاق المؤمنين الصالحين. وعرف العلماء المروءة بأنها كمال الرجولة وبأنها كمال الإنسانية. يقال هذا إنسان، أي أنه متصف بصفات الكمال الإنساني. فمعنى المروءة أن يحرص الإنسان على الرقي الإنساني والكمال الأخلاقي، وأن يحرص على صفات الرجولة فيأتي بها ويتجنب ما يشين هذه الإنسانية ويشين هذه الرجولة فيجتنب ما يشينها. وقالوا في معاني المروءة: تجنب الدنايا والأخلاق الذميمة. المروءة تجنب الدنايا والأخلاق الذميمة. وقال بعضهم: المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. أستاذنا، يعني نجد كثيرا من الصحابة والسلف الصالح والتابعين كانوا يحرصون كل الحرص على هذا الخلق العظيم، خلق المروءة، فما السر في ذلك؟ لأنهم كانوا حريصين على الرقي، وكانوا حريصين على الكمال الإنساني، وكانوا يتركون كل ما يخدش هذه المروءة. فهذا هو عبد الملك ابن مروان، وكان يحارب مصعب ابن الزبير رحمه الله تعالى. قيل له: إن مصعبا قد شرب الخمر. فقال عبد الملك: مصعب يشرب الخمر؟ والله لو علم مصعب أن الري من الماء ينقص مروءته ما روي منه. هذا فيه درسان، يعني الدرس الأول هو الإنصاف حتى يعني في معاملة الخصم، وهذا أيضا فيه درس في المروءة، أنهم كانوا حريصين على المروءة. ولذلك يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يربي ولده ويعظ ولده: يا بني والله لو علمت أن الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربت الماء إلا حارة. أستاذنا، إذا كان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم،
كيف يكتسب الإنسان المسلم هذه الصفة العظيمة، صفة المروءة؟ إن المروءة صفة عظيمة ولا ينالها الإنسان إلا بالتحمل وببذل الجهد. ولذلك يعني قال المتنبي رحمه الله تعالى: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقال أيضا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحصل المروءة ينبغي عليه أن يبذل الجهد في ذلك، وأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، وأن يجاهد شيطانه، وأن يتخلق بخلق الحلم، وأن يتخلق بخلق الصبر حتى يحصل هذه المروءة. ولما كانت المروءة بهذه القيمة لاحظ الحكماء قديما وحديثا ندرة أصحابها وقلة أهلها، فقال بعضهم قديما: ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام المروءة. وحديثا قال شاعرنا: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وهذا معناه أن أصحاب المروءة يعني قليلون، هم الذين يبذلون الجهد، وهم الذين يتحلون بمكارم الأخلاق. وفيه حث على للمسلم على أن يكون من هؤلاء، فالخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد الله عبد الحميد درويش من علماء وزارة الأوقاف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف إسلامية، إعداد وتقديم شحات العرابي.